بأن يستفتي المسلم، ومتى يجب لا يستفتي، يستفتي قلبه خلاص ويخلص. أول شيء أبي أصحح مفهوم كلمة استفتي قلبك. طيب، ليس المراد باستفتي قلبك أنه يرجع الإنسان إلى ضميره ورايه، أجل، وإنما المراد بها الاحتياط. ما فهمت. يعني أفتاك المفتي بالجواز لكنك غير مرتاح للجواز، فبالتالي تترك هذه الفتوى. المفتي يقولك يجوز أنك تقصر الصلاة، بس والله أنت متردد، ما ارتحت، ما ارتحت، معناه أنك إيش تحتاط لدينك فتتم الصلاة. هذا معناه هذه الكلمة التي وردت في الحديث، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. طيب لو صار العكس، أنه أفتاني أنه ما يجوز القصر، أنه لازم تكمل، وأنا ما ارتحت، ما أحس أنه لا لازم، ما له قيمة هذا الذي في قلبك. الاستفتاء للاحتياط فقط. في الاحتياط، استفتي قلبك يعني باحتياطك في عبادتك، وإن أفتاك المفتون بالجواز والحل. طيب لأن حينئذ أنت ما وافقت الشريعة، صرت ممن يتبع هواه. طيب ليش أنت خصص لفظ الرسول العام بنقطة الاحتياط فقط؟ هذا هو مدلول النص، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص الأخرى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن كل النصوص في سياقها. ولذا نبهك على ما ذكرت قبل قليل من أن النظر في نص واحد وعدم ربطه بسياقه وعدم ربطه بالنصوص الأخرى يجعل الإنسان ينزل هذا الدليل على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.